فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة ومع كثرة الجوالات ونسيانها ونسيان إغلاقها إذا قال استو وتراصوا قال وأغلقوا الجوالات، هل هذا مشروع؟ يقول بعض الأئمة إذا قال استو واعتدلوا فإنه يقول للمأمومين وأغلقوا الجوالات نظرا للنسيان. نعم لا بأس، يقول أغلقوا الجوالات للحاجة إلى ذلك، لأن بعض الناس يزعج المأمومين في أصوات الجوال، وأيضا بعضهم يجعل فيها موسيقى، يجعل فيها موسيقى وأغاني ودفوف، ما يستحي هذا، هذا ما يستحي، فالإمام يؤكد عليهم ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.